الخير عليكم، مرحبا بكم حبيباتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم حبيباتي جبت لكم موديلات قنادير جزائريه، قنادير اعراسي، موديلات تقليديه بلمسه عصريه، ان شاء الله ينالوا اعجابكم. اذا حبيباتي نبدا لكم بالقندوره البجاويه، قندوره بساتان رويال مع العقاش موديل يهبل كما راكم تشوفوا. القندوره شابه بزاف. اذا وهذا الموديل قندوره عنابيه بلا بروتري، موديل هايل بالقطيفات الجلوة، وهذه هي قندورة عنابية بلمسة عصرية ستيل غوب، موديل شباب بزاف بلا برودري مع قطيفات الجلوة، موديل جديد. وهذا كذلك موديل خاص للعرايس، موديل هايل غوب قطيفة بالقطيفات الجلوة مع لابروتري، وهذه قندورة تقليدية عنابية. وهذه كذلك قندورة عنابية تقليدية ولكن بلمسة عصرية، موديل هايل قندورة بلا أكمام مع لابرودري اندوستريال قطيفات الجلوة، موديل شباب بزاف. وهذه قندورة بساتان مع لابرودري، موديل هايل قندورة شباب بزاف. وهذا الموديل يهبل بقطيفات الجلوة فورم بواسون، موديل جديد يلق بزاف لتصدير العروسة. وهذا الموديل يهبل، هذه عروسة جزائرية ما شاء الله عليها، الموديل قطيفة الجلوة وعنده القبات، موديل شباب بزاف. وهذه في الساتان مع لابرودري اندوستريال، موديل هايل. وهذه هي قندورة عنابية بلابرودري اندوستريال، موديل هايل، ان شاء الله ينال اعجابكم. كذلك القندورة هذه موديل جديد، وهذه قندورة عنابية مودرن موديل هايل معمر بلا برودري اندوستريال، موديل شباب بزاف يليق بزاف لستيرا العروسة الجزائرية. وهذه في الساتان فورم بواسون، موديل هايل. وهذه كذلك بلا برودري مع البيرلاج، هذه عروسة جزائرية، شوفوا يا البنات شحال شابة القندورة ديالها، ستيل غوب فورم بواسون موديل هايل. وهذه كذلك بالقطيفات الجلوة، هذه عارضة أزياء. وهذه غوب قطيفة الجلوة مع لادونتيل، موديل جديد وموديل هايل، هذه عارضة أزياء جزائرية. وهذا الموديل كذلك قندورة عنابية بلمسة عصرية مع انفيست كاراكو، موديل هايل. اذا حبيباتي وصلنا لاخر الفيديو، نتمنى موديلات تاع اليوم نالوا اعجابكم، ونتمنى ما تبخلونيش في لي جيم اي لي كومونتير. اذا نخليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله عن قريب، والى اللقاء.